قناقين أصبحت في تراجع دائم. قناقين قبلا كانت تمتلك نهر الونت، كانت تمتلك البساتين، يعني البساتين لا تعد ولا تحصى في هذه المدينة الجميلة. كانت قناقين أيضا تمتلك أماكن أثرية ومزارات دينية، لكن مع مرور الوقت وخصوصا في السنوات الأخيرة قناقين بدأت تفقد كل شيء. قناقين أيضا كانت تمتلك مصفى الوند. مصفى الوند هي أحد أقدم المصافي، إن إذا ما كانت الأقدم على مستوى العراق، لكن بسبب سياسات الحكومات يعني مثل ما قلنا فقدتها. قناقين حاليا يعني حسب مصادرنا تم اختيارها كأحد أفقر الأقضية على مستوى ديالى أو على مستوى العراق. من المسؤول؟ طبعا هو المسؤول هو السياسات الخاطئة والحكومات الفاسدة اللي حكمت المنطقة. البساتين تم تجريفها وتحويلها إلى قطع أراضي سكنية وبالتالي بيعها إلى المواطنين. هذا طبعا من بمساندة بعض الوجوه السياسية وأشرف على هذه الأعمال أناس مسنودين، طبعا مو كل واحد يقدر يسوي شيء. خانقين كانت تمتلك نهر الوند اللي تعطي رونق وجمالية لهذه المدينة، لكن للأسف جارة إيران قطعت المياه، فش صارت؟ صار عندنا نهر جاف. خانقين اللي كانت عندها بساتين وعندها ماء، خانقين أصبحت تعاني من الجفاف. فأبسط مثال بأيام الصيف يعني ممكن أن ترى هذا الشيء بسهولة. خانقين يعني في السنين السابقة كانت خيط أو معبر عبور المخدرات من هذه من خلال هذه القضاء إلى المناطق الأخرى، لكن حاليا خانقين صارت بي تجارة المخدرات أيضا. تجارة المخدرات والتعاطي هي الثانية على مستوى العراق حاليا بعد أحدى المدن في البصرة. يعني خانقين اللي كانت تشتهر بالأشياء الإيجابية حاليا أصبحت تشتهر بالأشياء السلبية. طبعا مثل ما مبين يعني خانقين تعاني من هواية أشياء، سواء كان الوقود، سواء كانت الخدمات الصحية، الخدمات داخل المناطق، وكل هذا طبعا بالأخير يرجع إلى الأحزاب اللي حكموا هذه المدينة، سواء الأحزاب الكردية اللي كانت متسلطة هنا، وسواء الأحزاب العراقية اللي حاليا تحكم. ما حد بالها يم خانقين، ما حد يفكر أنه يخدم خانقين، الجميع يعمل حسب مصلحة حزبه ومصلحته الشخصية، وأما خانقين والمواطنين فإلهم فقط الله. السبب الرئيسي هو عدم وجود مشاريع استثمارية، وانتخابنا كان غلط طبعا. يعني المرشحين اذا انتخبنا صح المرشحين موجودين يشتغلون، كان شلون مشروع استثماري؟ هاي الشباب كلها قاعده، شنو ذنبها؟ مستقبلها كله ضايع. هسه نص الشباب خانقين ما عندهم تعيين، وماكو شركات استثماريه، معامل شركات استثماريه يشتغلون بي. هسه وظيفه ماكو، خلصنا، هاي انتهينا منها. بس المشاريع الاستثماريه كلش مهمه، الشركات لو موجوده هنا كان هاي المشاكل كلها تنحل. كل شركة تعين لفد 100 واحد تنحل مشكلة الشباب. هسه روح الأربيل والسليمانية الشركات موجودة، معامل، كل شيء موجود، يشتغلون الشباب. ما نقول كلهم بس زين، سليمانية نفس الشيء، بس بهاي الصفحة ماكو معامل، معامل كلها تفككت، ماكو معامل، لا معامل لا شركات، وما حد يقبل موجود، ما يقبلون. ليش ما أعرف؟ يا ريت هاي السؤال نسأله للي انتخبناهم، ليش ما يشتغلون؟ ما أعرف. من الناحية الصحية يعني احنا عندنا خلل كبير من الناحية الصحية. إذا من ناحية البنزينخانة، بنزينخانة حكومية واحدة، جلولاء ناحية صغيرة ببنزينخانتين حكومية. ليش؟
هاي السؤال هم نسأل الناخبين، يا تعالوا سوولنا بنزيخانة حكومية حتى تنحل مشكلة العالم. إلا البطالة، البطالة موجودة خير من الله، كل الشباب قاعدة لا شغل لا عمل. طبعا اعتيادي الشباب هاي لو اكو معامل لو اكو شغل كان ما يقعدون يشي، هم متشلبين بكل شيء، اي شغل اكو يشتغلون، بس وين هي الشغل؟ طبعا المحلات توقف، شغل ماكو، هاي الشغل كله قاعدين. وهذا السوق خانقين، شوفه شوف خانقين على الايجارات، على الدنيا ايجارات غاليه، سوق غالي، سوق غالي، ما تتلحق على السوق. زين تروح على على البنزيخانه ازدحام، تروح على النفط ازدحام، يعني ما تقول لي الشعب والله والله ما ادري العالم شلون عايشه، تروح على الغاز ماكو غاز، تروح على النفط هذا حال النفط، تروح على البنزيخانه هذا حال البنزيخانه، تلزم بصره لما نروح تطلع. هذا وضعية الشعب، ليش وقت يعيش؟ ليش وقت يعيش الشعب؟ لازم يسوون شارة للشعب قبل وين كان اكو شيء. بالبداية رحب قناتكم المبارك، طبعا هذا السؤال سؤال جوهري ومهم، اكيد اثر على السوق مو بس خانقين بل كافة كردستان والعراق، لأن سعر الدولار كان 125 بعدين صار 147 هسه حدود 163، هذا أثر بصورة كبيرة جدا على الدخل المحدود وأصحاب الراتب القليل، لأنه على سبيل المثال الدولار مثلا كان نقول يزيد من المال، هسه الدولار ما معناه أقل من السعر، يعني أقل من سعر الدينار العراقي، يعني المليون ما معناه هسه أنت 800، هذا أثر على غلاء الأسعار وغلاء استغلال بعض التجار الجشعين بعيد عن الطيبين طبعا، او اثر على السوق ولا تاثيرات سلبيه، وندعو الحكومه والمسؤولين الى اعاده سعر الدولار وعوده الحياه الطبيعيه والامان والمعيشه الجيده لهذا الشعب المسكين الفقير. طبعا اعتيادي ارتفاع سعر الدولار اثر مو علي، اثر على السوق كله. احنا من نشتري الماده مثلا نشتري الماده ب10,000 دينار على الدولار واحد وعلى الدينار واحد، من الدولار يرتفع هذا راح يصير 15,000، 15,000 كنا نبيع مثلا الحاجه ب10، بعد من نقول له 15 المشتري ما يشتري، 5,000 فوق المواد صعد، اي شيء فوقها زاد كل شيء، يعني من عدا الخضروات كل شيء زيد، وحتى لو تشوف هذا مثلا نقول كلينس، حتى مثلا الخاوي شنو خاوي قيمته هم يقول لك يابا دولار ماله صعد وكذا، لان باعتباره استيراد. زين والاستيرادات كلها من ابره لحد الطياره كلها متوقف على على الدولار، فذولا من يرفعون الدولار هم شنو هم؟ يقول لك انا عندي حسابات سياسيه ويا الدول ويا هذا، دا اسحب الدينار مالي اسحب العمله، بس الشعب واقع به، الفقير واقع به، التاجر شيمه ياخذ بالدولار يصعد يبيع غالي، زين الغالي اول الاخير الطبقه الفقيره هي المتاذيه. والله داخل خانقين صار تاثير تاثير البيع والشراء 85 الى 90% تاثر سلبي، اثر سلبي على السوق. يعني انا واحد من المحلات العالم حتى لو يجون يسلمون عليك وكذا وهذا، مكان ما يسحبون الحاجه بالشهر مره مرتين ثلاثه، قاموا كل شهرين يسحبون الحاجه مره، لان غلى صار غلاء عليه، كل حاجه صغيره صار عليه غلاء 2000 3000 دينار، هذا خطيه اثر عليه، وهذا تلي انت هم محددين الراتب محددين يقسموه ما يلحق. في الحقيقة إذا نجي للمجتمع وخصوصا الشباب اللي ما يقدرون يعني ما عندهم انتهاز فرصة للتعيين ولاسترزاقهم وشغلهم وعملهم، فلذلك الحقيقة يعني هذا المجتمع يعني خطية مظلوم، الشباب ما يقدر كل شيء يعمل لأنه لا أكو تعيين، لا أكو شغل، لا أكو
ترسيخ الأيدي العاملة في المعامل والمصانع وهذه، حتى يعني المجتمع أيضا يكون في رفاهية، والشاب ما يقدر يتزوج أو ما يقدر يكون نفسه لأنه ما عنده شغل ولا عمل. أكيد يعني هذه من الأسباب. باعتبار الموضوع البطالة موضوع أعتبره أني آفة تؤثر على المجتمع تأثير سلبي كبير، بحيث أغلب شبابنا اليوم تجده عاطلا عن العمل، وعلى الحكومة أن توفر سبل أو الطرق الكفيلة لتقليل من البطالة، وخصوصا في محافظتنا محافظة ديالى لدينا شباب كثيرين عاطلين عن العمل، مع العلم لدينا منفذين رئيسيين في هذه المحافظة. لذا يجب على الحكومة أن تركز اهتمامها على هذا الموضوع وتقلل بشكل حتى ولو يسير من هذه الآفة، الذي يعتبر من أحد السلبيات الموجودة في المجتمع. لذا على الحكومة أن تفكر بشكل جدي، الحكومة المحلية في محافظة والمجالس، أن تقلل من هذه الظاهرة السلبية. نعم لدينا عاطلين عن العمل اليوم شباب كثيرين، حتى لا يتمكن من الزواج، أحد أسباب العزوف عن الزواج هي البطالة. لذا وجب على الحكومة أن تقلل بشكل حتى ولو قليل من هذه الظاهرة السلبية في المجتمع. بالناحية الخدمات، خدمات كل شيء ما عندنا، اجتي خدمات تبليط للمنطقة أخذوه بذاك الصفحة، لأنه ذاك الصفحة بها مسؤولين، وحتى بيت المختار كل ما نروح نداعي بكل الخدمات ما أنا أحق بها، يقول بعدين وبعدين، لأنه هم مستفادين، قدام بيوتهم نظيفة، لا طريق مدرسة كوين بيوتهم ولا أبد. إحنا هذا الطريق يؤدي إلى 3 مدارس ابتدائية ومتوسطة وإعدادية، ورئيسي هذا الشارع حيوي، واي خدمات واي شيء ما عندنا احنا. اوكي نروح لندق بابه، قبل بساعه دقينا باب مديره بلديه، وقبلها من دقينا الباب كان استاذ وائل وعدونا، ما حد ما نفذوا، حتى نفذوا حاشا السامع المجاري المطريه وغير المطريه، وساءوا بالتصرف ماله، شلون ساءوا بي، سووه بطريقه غير صحيحه، وحتى اطفالنا قاموا يعانون من عنده، لانه سيارات ما تقدر تطب لها فرع قامت، وحالتنا حاله يرثى اليها، وجان دق اي باب ما حد ما جاي يقيمنا بالواجب. معاناتنا شكينا، يعني رحنا احنا كل اسبوع لازمين دارة البلديه وشكاوي وقيم قام، وماكو حل، وكل حل ما سوينا. بالنسبه للصيف كان عندنا معاناة المي، صاحبين صندات من نار اخر بيت، معاناتنا مال المي خلصنا من عندها، جمعنا من كل بيت على حسابنا الخاص، سوينا كل بيت 35,000 اخذنا، سوينا صندات ووصلنا المي، وصل ما عندنا معاناة هسه بالمي الحمد لله والشكر. بس عندنا معاناة المجاري اللي عفوها عن النص، يعني ما كملوها. ست لو تلاحظن وصورهن الاخ يصورهن المعاناة، معاناتنا بالشتاء لا تريدها، عندنا بيوت تغرق اصلا، ورحنا واخذنا وتصوير عندنا، وهم من الجهات افترينا كل الجهات، وهم سوينا حل. ولا ازال هسه شوف هذا الشتاء وطين، احنا المي راجعنا، بس حفرنا اياه، قل فالله عليه مدير ابو المي، بس حفرنا المجاري، يعني حفرنا ودفنا، بس الباقي احنا على حسابنا الخاص اللي سويناه.
هسه عندنا باقي، احنا عندنا باقي هسه معاناتنا الشتاء، يعني عندنا بيوت تغرق، جوارين عندنا تغرق، المجاري على حسابنا الخاص احنا مسويها قديمه تعبانه، فهسه سوينا هاي ولا يزال من كان وقتها هاوس موجود، وعدنا اليوم مباشر وكذا لحد ما صارت عندنا مشكله، واحنا هاي المعاناه مالتنا لا يزال، هاي المجاري مالتنا. حقيقة أولا تم تصنيف خانقين كأكثر المناطق فقرا بالعراق من جميع النواحي، من ناحية الخدمات، من ناحية العطالة، من ناحية الفقر، يعني بخانقين أكو نفط، أكو منفذ، أكو منفذ حدود يمكن من أكبر المنافذ بالعراق اللي هي منفذ منذرية الحدودي، رابط بين إيران والعراق، والنفط موجود يعني بنفط خانة معروفة على صعيد الدولي نقول يعني، والخدمات مثل جاي مثل ما جاي تشوفون، هاي الشارع كأبسط شيء قبل سنتين جوي على مود المجاري مال هاي الشارع وذاك الفرع صار منك جاي من بداية المنطقة، هذا يطلع نهاية المنطقة وهذا الفرع هنا، قبل سنتين قالوا بس نخلص المجاري ماله ورا أسبوع أسبوعين نسوي، وصار لهم سنتين تقريبا كل شيء ماكو، راجعنا البلديه يقول موازنه ماكو، راجعنا القائم قاميه يقول ان شاء الله قريبا، ما اعرف صار سنتين يقولون قريبا، وبلديه يقول موازنه ماكو. وبالنسبه للعطاله اكو شباب هواي خريم، يمكن خانقين من اكثر القضاء بالعراق عنده نسبه خريجين، يعني لا اكو تعيينات، لا اكو فرص عمل، لا اكو خانقين، حتى يعني الشغل ماكو مثل بقيه المناطق بالعراق. هسه احنا نقدر نقول ببغداد لو سليمانيه لو غير مكان اكو فنادق، اكو مطاعم، اكو شركات اهليه، بس بخانقين كل شيء ماكو، يا اما تعين يا اما تعين عسكري يا اما اي ماكو تعين على الدوله ماكو، صعب يعني. انا واحد منهم خريج صار لي 3 سنوات بالبيت، يعني ماكو لا فرص عملك ولا تعينك، وهاي يجي تعينات عسكرية نقدم هذا يقول لك واسطة ولازم تدفع فلوس يلا يطلع اسمك. يعني الشاب مثلا إذا عنده شغل عنده فرصة عمل روح اشتغل، يفكر بالزواج، يفكر يبني له مستقبل، مثلا يشتري له بيت يتزوج، بس إذا ماكو شغل أكيد يقعد براس الفرع براس المنطقة، بعد ينجمعون مجموعة شباب يصير حكاية منها مشاكل مخدرات وغير شغلات مو زينة شيء أكيد. طبعا أول سبب لنشر المخدرات هي العطالة. بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر قناتكم الموقرة لاهتمامها بيش أمور وتتبع المشاكل اللي يعانون منها المناطق. بداية احنا منطقة إمام عباس خلف الإذاعة مشاكلنا هواية، عندنا مشاكل الشارع، يعني أطفالنا يروحون المدرسة يعانون، عندنا زلم كبار ما يقدرون يمشون، يعني شوارعنا تعبانة، عندنا نسوان كبيرة بالعمر ما تقدر تتحرك، يعني تروح بالشوارع تروح للسوق مثلا تروح على الشارع، مشاكلنا هواية من ناحية الشارع. يعني احنا عندنا شلون نقول عندنا موافقات من الجهات اللي يعني المعنية اللي شلون نقول من المنظمات من البلدية، عندنا كتب بس ما ينفذون، أكو منظمات تجي اللي هنا مثلا أكو جهات مثلا عندها أسناد عندها ظهر يأخذون هيك مشاريع يحولوها لغير مناطق. يعني إلى متى يعني الفقير واللي يعاني مثلا ما عنده ظهر يأكلون حقه؟ يعني إذا نرجع للكهرباء، كهربائنا بالصيف يعني إذا عندنا محولة بالمنطقة 24 ساعة القاطع ينزل، يعني الصيف يعني تلقى يعني عندنا معاناة من نام بالليل، يعني معاناتنا هواية. يعني نطالب الحكومة تلقى لنا حل، يعني من ناحية الشوارع، من ناحية الكهرباء، من ناحية المي، عندنا المشروع على الشارع موجود، يعني المي ما يوصل للجهة الثانية اللي احنا موجودين وراء الإذاعة، يعني إذا يجينا ساعة يعني متقطع، يعني ما يوصل يعني مي كامل، وهسه مسوي لنا على أساس مشروع جديد هم يعني نعاني بالصيف، يعني نعاني بتموز وآب ما يوصلنا مي، يعني مشاكلنا هواي. نطالب من الجهات المعنية منظمات أي جهة كانت يعني تدعم هاي المنطقة، إحنا ممنونين لهم، مطالباتنا هواية. يعني شو أقول لك، إذا من ناحية المي
ما عندنا مي. اذا من ناحيه الشوارع هسه اذا انت تجي تصور الشوارع يعني تعبانه، شوارع تعبانه الى درجه، وعندنا موافقات هوايه من ناحيه الشوارع اذا عندنا، ومن ناحيه الكهرباء اذا محولات هسه مخصصين بدائره كهرباء، يعني يمكن اقول لك امام عباس ايش كبر ايش قدها مخصصين محوله واحده، يعني معقوله محوله واحده للامام عباس؟ يعني بس خلف الاذاعه ما عندنا، احنا ما عندنا، بس يعني كامام عباس عامه يعني منطقه ايش كبر ايش قدها ما عندنا اي دعم ما عنده. بس انا اقول لك المناطق اللي عندها ظهر، عندها واحد يسندها، عندها مسؤول يعني بالحكومه ذيك المناطق، لا والله يشتغلوا لها. بس احنا منطقه فقيره نائيه تعبانه، شو تريد تسميها سميها. والله عندنا هوايه كادحين، عندنا هوايه جايين من مناطق يعني بعيده نائيه، يعني خلينا نقول نازحين، خطيه تعبانه، ظروفهم يعني هواي تعبانه، يعني اي خدمات ما عندنا. اللي نطالبه يعني اي جهه تريد تخدمنا بارك الله بها، يعني اذا من ناحيه قناه توصل صوتنا، من ناحيه يعني الشارع، كهرباء، مي. هسه انت لو تجي بالصيف وشوف معانات، يعني قاطع خمس دقائق نصعده راسا ينزل، يعني احنا شنو ذنبنا؟ كهرباء ماكو، مي ماكو، يعني الله وكيلك. هالشارع الكتاب ماله من 2019 جاي لحد الان ماكو تبليط عليه. عندنا طلاب بدنا ناخذهم الراس الشارع، يلا نصعدهم بالخط، ابو التاكسي لو ابو السياره يخاف يطب لهنا. ليش؟ قسات يقولوا طين السيارات تعصى، وهاي داعي بيها، وكتابها جاي من 2019 لحد الان ماكو لا تبليط لا خدمات، كل شيء ماكو منهم. قايم مقام جانا هنا صور، راح بلط بغير مكان. عمي الله وكيلك هذا مكانه بركل ماله هنا صور، راح بلط بغير مكان، فما اعرف هاي متروكه اصلا ما محسوبه على خانقين عبالك المنطقه هذه. والله هاي المنطقه شوف انت يعني نفوسها ايش قد، وشوف السكن البيوت ايش قد بها، يعني ايش قد 250 بيت طبعا 250 بيت تقريبا عاصمين، وكنا نريد منطقه شويه تبليط فيها، ميها يكون نظامي بصوره صحيحه يجينا. هسه قبل كانت بالشهر مره الصيف ما نشوف المي، بس بالشهر هسه شويه لا تحسن من جونا المنظمه سوت لنا شبكه مينا يجينا بين يوم ويوم، هاي بالشتاء. اما بالصيف ما اعرف لحد الان بالصيف مينا يومي يجي عاد بين يوم ويوم، يعني تحسننا حيل، بس فقط الشوارع ها شوف الشوارع كلها مي، هو يوم يصير مطر دوام ماكو، انا ما يروح للدوام ساعات ما تطلع، بلا شنو تبليط داعينا به. رحنا المحافظ ورحنا مرتين على المقيم مقام على اساس جاء اسمنا، جاء اسم المنطقه تتبلط المختار، وده اطلال غير واحد غير مجموعه. المنطقه تريد خدمات، تريد ما يكون مستمر، كهرباء مستمر، تبليط لازم شوارع، لان كل الطلاب مدارس يعني تقريبا 250 بيت، 250 بيت لو كل بيت 3000 طالب به 750 مو؟ يعني اذا هذول اذا ينقطعون على المدرسه بسبب المطر بسبب اعاقه الشوارع صعبه. فاحنا نريد هذه خدمات تبليط الشوارع بالمنطقه، ونريد المي يكون مستمر. الحكومة ما سوت لنا اياه، جت منظمه وبعد معاناه طبعا مرتين ثلاثه احنا المنظمه، ورحنا عشان يجي منظمه وياهم بنيه مهندسه وياهم محمد درويش، مو بن درويش اسمه هذا فاضل درويش، محمد درويش. بعدين طلعت يعني هناك وبناء سواء بيت له بيوت. على كل حال يعني بخلف الله عليهم نقول المنظمه سوت لنا المجاري مال المي، سوت لنا او مو المجاري الشبكه مال المي، والحمد لله وشكر هسه مرتاحين شويه احسن من قبل 10 سنين 8 سنين. هسه نريد تبريد الشوارع، لان شوارعنا ما شوفوا انتم شوفوا بعينكم ها شوفوها تفضل هاي المي، هاي مي بيت، هاي مي مطر شلون ايش راح يصير؟ ما حد يقدر يتحرك. هاي المنطقة طبعا معدومة الخدمات، وكأنها ما تقول منسية، يعني سبق وأنا جو مدراء بلديات واللي بعدهم اجوا ياخذوا صور بهالمنطقة وضعوا ارقام وراحوا. هاي من 2011 تبليط ملاحة، تبليط ابد تبليط ملاحة، صاب على اساس يصبون الافرع من 2011 على ميزانية 2011 وهملوها، قلنا اخذوا صور بها وتركوا المنطقة.
هنا اكو مشكله الاخر، مشكله المي. مشكله المي هي مشكله يعني كل سنه هي معضله. هاي المي يوصل ما يوصل، روح على ابو المشروع يابا شغل لنا، ابو المشروع يقول احنا عندنا تشغيل ساعات، هو خط المولد ما يشتغل، طفت الكهرباء انقطع المي. يعني هاي الاشياء متراكمه صار سنين. الخطوط هنا طبعا، هنا بما انه منطقه منعزله وكلها تراب، طبعا انت تمشي مشي تتاذى، ما تقدر تصعد هاي الصعده مشي، انت تعاني لين صعود وطسات. وتشوفون هسه الطريق كله وعر، فرد مره يكسر السيارات، يعني حتى بالسائق من ابو التاكسي يجي من هنا ننطيه خمسه احنا الممنونين. يعني وتعرف كراوي خانقين كلية 3000 الى 4000، لا انا اذا ننطيه خمسه احنا ممنونين. ليش؟ لان انقهر عليه سيارته، نقول تكسر السياره تتاذت. خطوط طلاب ما حد يجيك هنا خط، ليش؟ لان يقول لك انت وين انت؟ ما تقول لي وين، حتى من ينزل النزله يقول لك انت وين صاير؟ يعني شوف المنطقه منتهيه ما بيها خدمات، يقول لك ما اجيك. فيضطرون طلاب يصعدونها يوميه للصعده، من هناك تجيهم الخطوط. وبعد يعني اكو اشياء هوايه هنا، يعني مثل ما تقول يعني هاي متراكمه هاي الشغله من 2011 تقريبا، هاي المنطقه موجوده وما بيها خدمات. احنا هواي ناشدنا بالمنطقه، هواي سوينا فيديوهات وجو، قلت لك المسؤولين هواي اخذوا صور هنا وراحوا، راح نسوي لكم، راح نسوي لكم. عاد المي اللي وصلوا مي. وطبعا هاي هسه شوف، اذا تشوف هنا بير، هذا الاخ هنا بير، بكل دربنا اكو بيرين كنا نعتمد عليها بالمنطقه، رغم هو اكو خط اساله، بس ما اعرف متعمدين ما يوصلون المي. يعني اكو مولد يطفى الكهرباء وطفت، يعني ما اقدر اشغل لك، اكو مولد للمي هم ما يشغلوه. بس هسه بالشتاء، لا بالشتاء تعرف احنا ما نحتاج مي هواي، لان ما عندنا مبردات، فما نحتاج مي يتوفر. يعني هو حتى اذا اشتغل ساعتين يتوفر، بس لا بالصيف تناكر تشتغل. حتى البلديه اكثر من مره، بلديه كردستان، بلديه دياله، جابوا تناكر هنا، ومعدل كل اسبوع كانوا يجيبون تنكرين ثلاثه يغذون المنطقه. حقيقة احنا حاليا منطقة إمام عباس، منطقة مثل تشاهدون انه منطقة تستقر يعني ابسط الخدمات اللي هي التبريط والمجاري، ما بها هاي المنطقة. العام اول العام كان مدير البلدية مال مدير بلدية اوس، كان مهندس اوس، سوى صفحة المختار وبيت المختار، لكن ما التفت لهنايا مع هذا الشارع. اصلا المفروض هذا الشارع الرئيسي يكون من اول المناطق اللي تتبلط هاي الشارع، لانه هاي الشارع الرئيسي يربط من ملك شاه ومن يملق الى ان توصل يم بيت المختار. هاي الشارع ما سووه، ما ادري ليش سووه هناك، يعني كيف هو مختار والى اولويه ما ادري ايش، كيف احنا هنا ناس فقره ما عندنا احد، ما ناشي المواطنين وما يناشدون هنايا، عمود هذا ما يلتفتون هاي المنطقه او هاي الجزء من منطقه امام عباس ولا اي احد. يعني احنا يوم يدا نشوف النائبه سوزان تنشر، واليوم ان حصلنا الموافقة على 5000 متر باركوازي و5000 متر بمدري وين، وانواع جويه وبان ميلو. شو وقت تلتفت هاي المنطقه ما ادري، شو وقت تزور هاي المنطقه وتشوف الواقع الخدمي الموجود بهاي المنطقه ما ادري. وحتى القائم مقام، يعني احنا صايم خلف القائم، مقابل القائم مقاميه، القائم مقام واحنا امامه شو هذا الشارع الرئيسي. معقول القائم مقام ما شايفنا اللي حدث؟ معقوله ما واصل بهاي المنطقه اللي حدث حتى يشوف ماكو مجاري وماكو تبريط؟ يعني ابسط شيء احنا هسه صب الكونكريت، ما نريد صب جير الكونكريت. يعني هاك شوف، يعني اذا تشوف والله تفتر هنايا ما يقارب ال 100 بيت يعلنون انه يبيعون بيوتهم. ليش يا ابي ليش تبيع؟ والله ماكو تبيط وشارع طين، وتروحون مناطق افضل. زين احنا كل الناس تهاجم هاي المنطقه بعد ماكو خلاص فلوس، فلوس منطقه تحت انتم تجيبون مشاريع، تجيبون فلوس، تصرفون فلوس، هاي فلوس وين تودوها؟ صرفوها هنايا حتى نقول يا ابو صدق انه هاي المنطقه احنا انتخبناكم، سوينا لكم شيء، سووا لنا. يعني احنا هذا اخر شيء بعد خلاص، وراها من تجون انتخابات ثانيه هم شو نسوي لكم؟ نقول لكم نفس الشيء؟ هم نعيد نفس الكره؟ كلها طين، شلون يعني ما يحتاج انا اوصل لك؟ هسه لو تفر الكاميرا راح اشوف هذا البيت مخلي قدامه حصو، ذاك البيت مخلي قدامه حصو، اللي عندها مثلا بفلوس تشتري وتذب حصو، ما عندها هاي الطين. لهنا اللي حد الركب طين يصيرون، انت مجبور انت تطلع بالطين.